تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلحظاتها من توقيف جماعة أشرار كانت تعمل على زرع الرعب والذعر والخوف على مستعملي طريق الولائي رقم 50 الرابط بين بلديتي الحطاطبة وبوهارون عن طريق الاعتداء والسرقة وتحطيم ملك الغير. وبناء على معلومات واردة أفادها تنقل العقل المدبر للعصابة نحو بلدية موزاي على متن سيارة نوع بيجو 208 بيضاء اللون، حين تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية واحتلال طريق الولائي رقم 108 ليتم توقيفه على متن المركبة السالفة الذكر. بعد تعريف المشتبه فيه تبين أنه محل عدة أوامر بالقبض، كما أنه معروف بنشره للرعب والذعر والهلع وسط سكان بلدية الحطاطبة، وكذا جميع تنقلاته كانت بتنكره عن طريق ارتدائه لجلباب نسائي من أجل إفلات من مصالح الأمن وصعوبة التعرف عليه. استغلالا للموقوف وبعد اعترافاته بجميع التهم المنسوبة إليه، كشف عن شركائه في الجرائم ليتم تفتيش منازله وتوقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 45 سنة. العملية أسفرت على حجز سيارة من نوع بيجو 208 جلباب نسائي، أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، بندقية صيد بحري 20 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام، وكذلك 7 هواتف نقالة. سيتم تقديم أفراد العصابة أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.